تم رسميا إشهار جمعية هذه هي البحرين بعد سلسلة من الفعاليات الناجحة التي أقامتها المجموعة داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وألقت الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية بيتسي ماتيسون كلمة أبدت فيها اعتزازا كبيرا بحرية ممارسة الشعائر الدينية في البحرين، وتقديرا لما يبذله فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المشرفة على الكنائس ودور العبادة للأقليات. وأضافت بأن نجاح هذه هي البحرين يرجع إلى كل من عملوا بجد ودعموا هذه المبادرة، مشيرة إلى خطوة تأسيس كرسي باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جامعة لاسبينزا روما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان. وأعلنت ماتيسون بأن جمعية هذه هي البحرين سيكون لها مقرها الذي سيحتضن ناديا اجتماعيا مفتوحا للجميع ويستقبل الضيوف من الخارج، والذين سيكونون قادرين على رؤية الإنجازات في البحرين بأنفسهم. وكشفت عن جهود للبدء في تصوير فيلم هذه هي البحرين قريبا ليجسد نجاح هذه المبادرة الرائدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء قوي وفاعل في تأثيره كالقصة الحقيقية، وهذا ما سيصل إليه الفيلم. من جانبه نقل وزير العمل والتنمية الاجتماعية تقدير جلالة الملك المفدى لما يبذله المشاركون الفاعلون في مبادرة هذه هي البحرين من جهود في إبراز القيم الاجتماعية المتسامحة في مملكة البحرين. نحن كجاليات هون بالبحرين عم نعطي صورة، عم تحاول ديز بحرين توضحها أكثر وتورجيها لكل الناس الموجودين بالبحرين. بالبحرين نحن عايشين بإخاء، بمحبة، بحرية تامة وبدون أي اعتراضات، بدون أي إزعاجات، بدون أي شيء. وديز بحرين هي عم بتكون عم تظهر الشكل الحقيقي لكل هالجاليات الموجودة هون بالبحرين، إلك بالبحرين والمنطقة وخارج كل العالم. فديز بحرين عندها عمل مهم وكبير جدا أنه تنقل الصورة الحقيقية لحياتنا نحن هون. نحن حياتنا مثل ما قلت لك بالأول عايشين بمجتمع بحريني محب متقارب يقبل كل الفئات، كل الأطياف، كل الديانات، كل العروب بمحبة، وكل إنسان عنده خطوة لبناء هذا الوطن هم برحبين فيه أكثر. ديز بحرين عم تحاول تنقل الصورة الحقيقية للناس اللي بيعيشون بهاي المنطقة بالبحرين كلها، وإن شاء الله دائما البحرين ضل الخير للأمام، حكومة وشعبا، قيادة ومواطنين ومقيمين دائما للأمام بهمة جهود هالشباب المحبين موجودين هون بالبحرين عم يساعدوا بهالعمل هذا. طيب أن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة في لم شمل جميع مواطني دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في المنطقة وأيضا العالم الخارجي لإعطائهم فكرة عن المحبة والسلام التي تدعو لها عملية هذه هي البحرين، This is بحرين. ونأمل إن شاء الله أن يعني ينتشر هذا النشاط في جميع دول مجلس التعاون بالنسبة لنشر المحبة والسلام والمودة بين جميع الشعوب، التعددية في الدين، التعددية في الجنس، التعددية في العرق، التعددية في الخلفية، التعددية في اللغة. هذا يهمنا جدا، نريد إعطاء فكرة للعالم الخارجي أننا فعلا نحن محبي سلام، نريد أن نصحح هذه الفكرة الموجودة عن بعض الدول العربية بهذه الأنشطة.